السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعرف على مباراة ولوج سلك تلاميذ الدرك الملكي لسنة 2020. إذا ينظم الدرك الملكي مباراة من أجل انخراط تلاميذ الدركي لسنة 2020. بالنسبة لشروط الترشيح، فالمباراة مفتوحة في وجه المترشحين العزب من جنسية مغربية البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و24 سنة على الأكثر إلى غاية فاتح شتنبر 2020، يعني شهر 9 إن شاء الله، الحاصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2019 و2020 في جميع الشعب، يعني بكالوريا السنة الماضية وبكالوريا 2020 لهذه السنة، مؤهلين بدنيا متوفرين على قامة لا تقل على 1.70 سنتيمتر بالنسبة للذكور و 1.68 متر سنتيمتر بالنسبة للإناث، بدون سوابق عدلية. بالنسبة للتسجيل المسبق للترشيح، فيجب على المترشحين المعنيين والمستوفين للشروط المحددة أعلاه التسجيل في الموقع الإلكتروني على العنوان التالي recrutement.gr.ma في الفترة ما بين 1 و25 يوليوز، ومن الضروري على المترشح التوفر على عنوان إلكتروني شغال، يعني على واحد الإيميل يكون شغال. انتقال المترشحين المقبولين: المرشحون المسجلون والذين تم قبولهم من طرف لجنة الانتقاء بعد دراسة ملفاتهم سيتوصلون باستدعاء عن طريق البريد الإلكتروني يبين عنوان المركز المخصص لاستقبالهم قصد إجراء الفحص الطبي والاختبار السيكولوجي والرياضي. يعني الأشخاص الذين تم قبولهم غادي توصلوا بواحد واحد الرسالة في البريد الإلكتروني فيها عنوان المركز الذي سيخصص لاستقبالهم لإجراء الفحص الطبي والاختبار السيكولوجي والرياضي. استدعاء وإجراءات الانخراط: المرشحون الذين استوفوا الشروط واجتازوا بنجاح الفحوصات الطبية والاختبارات السيكولوجية والرياضية سيتم استدعاؤهم للالتحاق بمراكز التكوين التابعة للدرك. ملحوظة: يبقى البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الأمثل بين المرشحين والقيادة العليا للدرك الملكي، لذلك يجب أن يكون البريد الإلكتروني صحيح وخدام، يكون خدام. للاستفسار أو الحصول على المزيد من المعلومات يمكن للمترشحين الاتصال بالأرقام الهاتفية التالية طيلة مدة التسجيل، يعني من 1 يوليوز إلى 25 يوليوز، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.